يتهافت الزبائن لشراء المثلجات من لويس تحت الشمس الساطعة على هذا الشاطئ شمال كوستاريكا. وثلاجة لويس كما ماكينة إعداد المثلجات مزودتان بالطاقة طوال الوقت من دون إنفاق أي مبلغ على الكهرباء أو الوقود، بعدما استبدل مولده القديم بألواح شمسية. كنا نسعى إلى التخلص من ضجيج المولدات والتلوث الذي تسببها، فارتأينا استخدام الألواح الشمسية مستفيدين من الأجواء المشمسة غالبا هنا، وهي تعمل بشكل جيد جدا، لا بل ممتاز. ولا تشكل هذه المبادرة المحلية استثناء في كوستاريكا، أحد البلدان القليلة في العالم التي تسعى إلى الاعتماد كليا على الطاقة المتجددة. فالنموذج الذي تقدمه كوستاريكا لتوليد الطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية ومن بين أحدث مشاريع التنمية المستدامة المحطة الكهرومائية هذه، وهي الأكبر في أمريكا الوسطى. نجاح كوستاريكا في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية يعتمد على قدرتها على تخزين إنتاجها، والخزانة الكهرومائية هي أفضل الخيارات اليوم. إنتاج الطاقة في كوستاريكا إذن بات أكثر مراعاة للبيئة، غير أن نسبة تلوث الهواء مرتفعة في مدنها بسبب انبعاثات السيارات القديمة والزحامات، فوسائل النقل وحدها تتسبب بأكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبهدف تجديد الآليات الموضوعة في الخدمة، قدمت نائبة أخيراً مشروع قانون يسهل شراء السيارات الكهربائية على مدى 5 سنوات. الهدف من المشروع خفض الضرائب أو إلغاؤها ليتمكن الناس من اقتناء سيارات كهربائية، ومن المطروح أيضاً تأمين قروض من المصرف الحكومي للتشجيع على شراء هذه السيارات، إضافة إلى حوافز أخرى. وشكلت كوستاريكا محور الاهتمام العالمي في بداية هذا العام باعتمادها حصراً على الطاقة المتجددة طوال 75 يوماً، والخطوة المقبلة في سبيل تحقيق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، حظ السكان على الاقتداء بلويس بائع المثلجات ليصبحوا مستهلكين ينتجون طاقتهم بأنفسهم.